تدين وزارة الخارجية مملكة البحرين بأشد العبارات القصف الذي تعرضت له مدينة خان شيخون بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، واسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، مؤكدة أن هذه الجريمة المروعة تتنافى مع كافة القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، وتشدد وزارة الخارجية على ضرورة أن تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها، وتلتزم بالكامل بوقف إطلاق النار، وبذل المزيد من الجهود للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة السورية استنادا إلى بيان مؤتمر جنيف واحد لعام 2012 وقررت مجلس الأمن ذات الصلة والجهد الدولي في اجتماعات الأستانة وجنيف بما يحقق الدماء يحقن الدماء وينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويحفظ لسوريا سيادتها ووحدة شعبها وترابها الوطني